السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مديحه شانيل. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم كاتو غلاسي اللي كيجي لذيذ بزاف وساهل. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنصايب الجيلي اللي غنحتاجو فيه 4 ديال الفخيس، طحنتها هنا بلا ماء، و4 ديال المعالق التنيده، و3 ديال الوريقات الجيلاتين. غادي نديرهم في الماء بارد باش يرطابو، وغادي ندير الفخيس فوق البوطه. غادي نحركو مزيان مع سنيده حتى يغلى لي الخليط، ومره مره الا طلعت لنا رغوه بحال هكذا غادي نحيدها. غادي نستمر حتى يغلى مزيان، ومن بعد غادي نجيبو مول بحال هكا، من الاحسن يكون اطار، درت ليه السلوفان من التحت. غادي نعصر الوريقات الجيلاتين بعد ما رطابو، غنزيدهم على الفريز. غادي نحرك مزيان باش يذوب ليا الجيلاتين، وغادي نجيب صفايه باش ندوز فيها الخليط. الا طلع لكم فقاعات بحال هكا من الاحسن حيدوهم باش يبقى السطح مستوي، وغنديروه في الثلاجه على الاقل 6 ساعات. غندوزو نحضروا الكلاصاج. غنحتاج 100 غرام ديال الشوكولاط ابيض، نص كاس ديال الكريم استعملت هيلالا، كاسون سنيده، ملون غذائي احمر، جوج وريقات ديال الجيلاتين، ونص كاس الماء. غادي ندير اول حاجه نص كاس الماء مع سنيده فوق البوطه، ونخلط مزيان حتى تذوب ليا السنيده تماما. غندوز ندير الجيلاتين في الماء باش يرطابو. من بعد ما ذابت ليا السنيده في الماء صافي، غنخليه غير شي شويه يغلى بحال هكذا وغنحيدو. صافي هو باقي سخون، غنزيد 100 غرام ديال الشكلاط ابيض، اي نوعيه ماشي ضروري تستعملوا شي نوعيه مزيانه. وغادي نجيبو جوج وريقات الجيلاتين، غادي نزيدهم على الخليط محدو سخون، وغادي نزيد نص كاس ديال لاكريم، ونص معلقه صغيره ديال ملون غذائي. غنحرك مزيان، وغادي نجيبو شي اناء غادي ندير فيه الكلاصاج ديالي، ونخليه يبرد مزيان. ما حدو كي يبرد عاد كيزيد اللون ديالو كيبان. غادي نغطيه بالسلوفان، وغادي نحاول السلوفان نديرو فوق السطح ديالو باش ما يديرليش القشره. غادي ندخلو للثلاجه. سيروا على هاد المراحل حيت هادو غادي نحتاجو نخليوهم في الثلاجه، وغندوزو نصايبو الكيك. الكيك غادي نحتاجو بيضه كبيره بدرجه حراره الغرفه، غنزيدو عليها جوج معالق ديال سنيده، جوج معالق ديال الزيت كبار، رشيشه ديال الملحه، جوج معالق ديال الحليب، حليب بارد، ونص خنيشه ديال الخميره، ونص خنيشه ديال الكاوبيل. غنخلط مزيان، وغادي نجيب هكا مول دهنته بالزبده والطحين. غادي نفرغ فيه الخليط ديالي، وغندير شي شويه هنايا ديال اللوز، عندي مهرمش باش تجيني واحد الطبقه مقرمشه من الفوق. غندخلو الفران. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب. غادي نجيب اطار نفس العبار ديال الجيلي ديال الفخيز، وغادي نقطع الكاطو ديالي ونخليه على جنب، وندوزو نصايبو لا كريم اونغليز. غادي نحتاجو كاس ديال لا كريم، جوج ديال الفاني، 3 صفر ديال البيض، 4 ديال المعالق السنيده، وجوج وريقات الجيلاتين. اول حاجه درت لا كريم ديالي في كاسرونه تسخليه. غادي ندوز ناخذ 3 ديال صفر ديال البيض، غنزيد عليهم 4 ديال المعالق السنيده كبار، وجوج خنيشات الفاني. غنخلط مزيان حتى يرجع ليا الخليط متجانس وبيض شي شويه بحال هكذا. غنزيدو عليه لا كريم، ونحاولو نخلطو دغيا دغيا باش ما يطيب ليناش البيض. صافي من بعد ما خلطت مزيان، غادي نرد الخليط كله في نفس الكاسرونه اللي كانت فيها لا كريم، وغنردو فوق البوطه. غادي نستمر في التحريك، العافيه ديالكم تكون مهيله. لا كريم اونغليز ما خصهاش طيب لينا بزاف، صافي غير توصل درجه الحراره ديالها بحال هكا، ندوز واحد الملعقه خشبيه ولا سباتولا نديرو خط وما يتلاقاوش، راها جاهزه. غندوز ناخذ كاس ديال الكريم، ما غنطلعهاش مزيان، غادي نخليها بحال هكذا. صافي لا كريم ديالي من بعد ما بردات غادي ندير شويه ونبدا نخلط. غنزيد دابا لا كريم كامله، وغادي نخلطهم مزيان يتجانسوا ليا مع بعضياتهم. صافي من بعد ما تجانسوا ليا بحال هكذا، غادي ندوز دابا المونتاج ديال الكاطو غلاسي ديالنا.
غادي ناخذ الطبق ديال التقديم، غادي نجيبو المول. انا هنايا كي كتلاحظوا راه الاطار المول خديته كبير شي شويه على الجيلي، قسمت لا كريم على جوج. اول حاجه غادي نديرو لا كريم من الفوق وغنزيدو عليها الجيلي ديال الفريز، وغادي نرجع ندير عاوتاني الطبقه المتبقيه ديال لا كريم، ومن بعد غادي نزيدو الكاطو ديالنا من الفوق. دابا غادي نغطي الكاطو ديالي مزيان وغادي ندخلو للثلاجه ولا المجمد لمده 6 ساعات على الاقل، ومن الاحسن بيتوه ليله كامله باش كيجي مزيان. وحتى نبغيو نقدموه عاد غادي نديرو له الكلاصاج. هذا هو الكلاصاج ديالي من بعد ما برد مزيان، غنديرو غيبه ماغي ونخليوه حتى يتطلق مزيان. سمحوا لي راه الفيديو ما تصور ليهاش فاش درت الكلاصاج من الفوق. المهم هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي لذيذ بزاف وساهل. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، الى عجبكم خليو ليا كومونتير، واللي مازال ما اشتركت في القناه ديالي كنتمنى انها تشترك، وشكرا على المشاهده.